بالنهار بفوت على البيت بس خوف بلا خوف، يعني نبرق فيه نشتغل شغلاتنا عملتنا بالبيت، بس بالليل بننام بالخيمة. يعني بالبيت إذا بتعطيني مليون دولار بالليل ما بنام بالبيت. كنت هون طبعاً حامل بين السادس والسابع، وصار مع أسر ولادي مبكرة من أسر الزلزال، طلعنا برا وصار تهزينا الدنيا، وهون ما ضل عندي شعور طاول، ما حسيت حالي إلا إنه فقدت الوعي من الخوف، الخوف خوف شديد، يعني لحد الآن تصير هزة برا أو شيء، يعني حدا بهز الخيمة فينا بخاف، وصارت هزة. ما معي إمكانيات لا رمي من بيتي، البيت خالص ما بنستجر من نرجع لي. إيه والله صعب يا أستاذ، يعني بنتعذب فيها كتير، كهلا شتاء ووحل، أنا اليوم عندي طول الحطب حق هذيك الحسبة، والخيمة أكيد ما مثل البيت، بيركب هالخيمة عنا برية. قريتنا النس الطاول بهالفترة الزلزال، فموعودين بمنظمات ولحديت الآن ما جتنا ولا منظمة. البيت بيحتاج حيطانه ترجع تترمم. كون عنا نحن بعيق وصول المنظمات، أولاً طرقات، يعني في عنا منظمات كتير ما بتجي، يعني ما بتجي على الضيعة بالنسبة لطرقاتها، يعني حتى الخيمة يعني ما بالنسبة لبردة وللشتة والمي عم تنقط عليها، العالم عم تلاقيها أأمن من النوم في البيت، لأن البيوت عنا شبه منهارة. يعني عشت الخيمة كآبة بكآبة ومرض الشكوى، الله عندي صغير على طول مرضان وصدره تعبان من ريحة الخيمة، لأني أرضها ما مزبطة ورطوبة ومطر وريحة كرها. الحمد لله على كل حال.